الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. البنات وياجي وتشوفوا هاد البسكوتة غزالة ومعلكة وبالفواكه الجافة، وكنتمنى تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا الخبر، وما تنسونيش مشي كومنتير زويبونا مع شي لايك زويبون بحالكم. يلا على بركة الله. الكيكة ديالنا ها هي، يعني الكيكة راه معروف، ثلاثة البيضات، كاس لارب ديال السكر، كاس لارب ديال الزيت، اولا كاس سا ديبون البيض كيفاش كاين، جوج كيسان ديال الطحين، واحد الدانونه، خميره ونص، وكنضربوا هادشي كامل وكنحطوهم في اللطا ديالنا. من بعد كناخذوا واحد جوج تفاحات كنحكوهم على هاد الشكل، وكناخذوا واحد الماجيس، كل واحد داكشي اللي عنده، اللي عنده التمر، اللي الزبيب، المهم اللي عنده شي حاجه كيديرها. انا درت شويه الكاجو، شويه ديال القرقاع، وشي شويه ديال، ودرت شي شويه ديال نواد بيكون دوكوجي، ودرت واحد شويه ديال بيض دوكوجي. المهم كل واحد اللي بغى شي حاجه كيديرها. والقريفه والفاني، اللي عنده سكر فاني كيزيد شويه الفاني. انا غادي واش واحد المعلقه ديال السكر، انا غادي ندير هذا السكر، هذا هذا سكر دو فلور دو كوكو بيون، غادي ندير واحد المعلقه. صافي دابا وكندخلوها للفران. وهذه واحد الاضافه للناس اللي تيبغوا السكريات وكيبغوا هذا لي بيبيتو شوكولا، حتى هما كنديرهم هاد الحبيبات ديال الشكلاط. صافي وندخلوها للفران.